يأتي الشهر الفضيل ليوحد حول موائده الناس من الشرق إلى الغرب. بداية الجولة من اليمن، فرغم الأزمة التي تمر بها والعدوان السعودي، إلا أن أسواق المدينة استعدت لاستقبال رمضان. إلى إندونيسيا التي شهدت بيوت الله فيها صلوات الشهر الفضيلة. وامتلأت الشوارع بالناس المتسوقين استقبالاً لشهر رمضان المبارك. ختام جولتنا من باكستان التي تعرف بحركة أسواقها القديمة في شهر رمضان، وتبدأ المحال بطرح المأكولات التقليدية والعصائر في استقبال ضيف الخير.